السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم وصفة تركية، فطائر تركية بحشو اقتصادي، وكذلك العجينة سهلة واقتصادية، والحشو ما يتم فيش لحم مفروم، فيه خضر فقط. نمشي ونشوفوا مع بعض مقادير وطريقة تحضير هاد الفطائر التركية اللي عملتهم لكم بطريقتين، شوفوهم معايا وفرجة ممتعة. نحضروا هذه العجينه، نحتاج الكوب حليب. هنا الكوب فيه 250 مللتر، كوب حليب، كوب ماء، هادو ندفيوهم، ملعقه كبيره تاع الخماره الفوريه، ملعقه كبيره تاع السكر، ملعقه صغيره تاع الملح اي 5 غرامات، واللي يحب الغرام الخماره 10 غرامات. وهنا ربع اكواب تاع الفرينه تقريبا، كل فرينه وكيفاش. نعجن لكم ونوري لكم قوام العجينه كيفاش. نبداو بالحليب، هنا هو الماء راني عملتهم دافين، نزيد عليه الماء. انا ماشي نعجن في العجان، وانتم تحتاجوا تعجنوها مام بيديكم. نضيفوا الخماره الفوريه طبعا، ونضيفوا السكر باش يتفاعلوا، نتركوا لهم يتفاعلوا حتى دقيقتين او ثلاثه ونعودوا لكم. الان نضيف نصف كميه الفرينه، قلت لكم هنا 4 اكواب، نرميو على زوج على حساب زوج، والملح ملعقه صغيره 5 غرامات، ونعملها تنعجن ونشوفوا. تحصلوا على هذه العجينه، هنا ملاحظه فقط، الفرينه انا عطيت لكم 4 اكواب، كاين الفرينه تاعو ما تشربش، صافي تدخل اكثر. المهم هذا هو القوام تاع العجين اللي تحصلوا عليه، تلتصق هكذا عجينه تلتصق. انا هذاك نحيوها، نعملها ثامبور، نعمل فيها الزيت ونخليوها تختمر. هذه العجينه اللي تحصلوا عليها، هذه العجينه اللي راكم تشوفوا، هي ما تجيش هكذا تلصق، مي تجي طريه هشه بزاف. خليوها تختمر ونوليوها. بعد ما حضرنا العجينه نمشيو نحضروا لافارس اللي تجي في هذه الفطائر. نحتاجوا هنا زوج حبات تاع البطاطا، سلقتهم وعاود هذا قشرتهم القشره تاعهم وكرفستهم كما راكم تشوفوا بالشوكه، حبه تاع البصل هكذا قطعتها الى مكعبات صغيره، وحبه تاع الفلفل الحمراء قطعتها كذلك الى قطع صغيره. طبعا الزيت، فلفل اسود والملح. نبداو في مقلاه نعملوا الزيت باش نقليو هذيك البصل مع الفلفل. نبداو بالبصل هي الاولى، انا كنت وضعت حوالي 60 مليلتر كما راكم تشوفوا تاع الزيت. نوضعوا ديك البصله، نخليوها تقلى شويه، حبه بصل صغيره ما عملناش وحده كبيره. قلينا البصل، نزيدوا الفلفل حتى هو مقليوه. حشو اقتصادي ما فيهش اللحم، ويجي بنين خاصة كيكون فلفل أحمر. لا تقدروا تعودوا في الفلفل الأخضر، بصح من الأحسن فلفل الأحمر، خاطرش الفلفل الأحمر يعطي البنة. هنا نضيفو الملح، حتى البطاطا مراش فيها الملح، نعملو على حساب الذوق. ونعملو هنا نص ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأسود، الآن نرمي البطاطا تاعنا ديك اللي كنا سلقناها وطحناها. طحناها ولا غير بالشوكة تمعكوها، وهذه هي لافارس تاعنا، فارس اقتصادي ما فيهش كاع اللحم. نخليوها يبرد باش نبداو نشكلو في الفطائر تاعنا التركية. هي العجينة تاعنا بعد ما اختمرت كيما راكم تشوفوا الحجم تاعها ضاعف، طبيتها بلاستيك. نعملوها على لو بلون دو طرافاي يكون مرشوش بالفرينه، ونحاولوا هنا نديغازيوها، نخرجوا من هذاك الهواء. نبداو نقطعوا فيها العجينه ونورقوا، ونرفدوا هكذا اطار دائري، نبسطوا العجينه طبعا. بسطنا هكذا العجينه، الان نقطعوا الدائرة تاعنا. نعملو لافارس تاعنا اللي كنا عملناها بالبصل والفلفل والبطاطا. نغلقو بوحدة ثانية،
نعمل لهم هكذا كيما راك تشوفوا بالاصبع، كشف ضفيره من غير بالاصبع. فطائر سهله وتجي خفيفه، التحضير تاعها كذلك خفيف وتجي في المنظر مليحه. هادو هما الفطائر تاعنا. هنا بالنسبه للاخت اللي كانت تسالني دائما على ورق الطهي، هذا هو ورق الطهي اللي نستعملو وفا، ورق الطهي هذا مليح. لكم شكل ثاني تاع هذا الفطائر بنفس العجينه وبنفس الحشو، هكذا عملت هذا ورقتها طويله على شكل اوفال. نعملو هنا البطاطا تاعنا اللي بالفلفل والبصل طبعا. بالسكين نعملو هكذا خطوط. من الجانبين نعملو هاد الخطوط، نعملو من الجانبين نفس القطع، 8 قطع 8 قطع. ونبداو هنا، هنا نبداو بالأول الرأس هكذا نلموه باش ما يخرج لناش الحشو منه. ونبداو هنا نخالفو، مرة نعملو هكذا مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا، نعملو على شكل ضفيرة. المذاق نفسه لكن غير الشكل نبدلو شوية، قلت باش نقدرو نزينو الموائد نتاوعنا بأشكال بسيطة. هذا هو الشكل الثاني. هنا بالنسبه للفطائر تاعنا نعمل لهم هكذا، نخفق بيضه باش نطليوها ونزين لهم هنا بالسانوج ولا بالجلجلان ولا الشيء اللي يكون عندكم. نطليو هكذا الوجه البيض. نعمل لهم هذا بسكين، نعمل لهم شيميني هاد الفطائر المدوره. زينوهم هنا قلت بجلجلان سانوج اللي يكون عندكم، وندحيوهم فرنهم مسخن على درجه 180 درجه مئويه، ياخذوا اللون الذهبي ونخرجوهم. هذا هو الشكل النهائي لهاد الفطائر التركيه الاقتصاديه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، تبارطاجيو الفيديو عبر المواقع الاجتماعيه، ولأول مره تدخل القناه تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. في الاخير نشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.